إنتر يكتسح نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا وبثلاثية نظيفة. تقول لي غش، فاول، جزاء، تحكيم؟ أقول لك خلينا نحكي عن التفاصيل في فقرة الإنتر. باقي نتائج الجولة كانت اليوفي فاز على مونزا في أرض مونزا 2-1، جنوا وإمبولي تعادلوا في أرض جنوا 1-1، ولاتسيو فاز على كاليري 1-0، وفي عندنا حديث كثير عن هاي المباراة. ميلان فروزينوني 3-1 في جحيم السان سيرو. ليتشي عادل بولونيا بآخر اللحظات 1-1. فيورنتينا يفوز على ساليرنتانا 3-0، ساليرنتانا اللي فاز على لاتسيو الجولة الماضية. أودونيزي وفيرونا 3-3 في مباراة جميلة جدا وفيها هدف من أجمل أهداف الجولة. روما وبريمونتا يقلب الطاولة على ساسولو 2-1. بينما مباراة سهرة الأحد مبارح كانت 3-0 للإنتر على نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا. الجولة كان فيها أهداف جميلة جدا جدا، مثل هدف ماليونسكي لاعب جنوا الأوكراني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وهو الهدف الثاني على التوالي لماليونسكي خلال جولتين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. رجله صاروخ صاروخ. معلومة بسيطة قد لا تهمك، جبت ماليونسكي بهاي الجولة بالفانتزي. وعندنا هدف الجولة كان من لفيرونا نغونغو، ما أعرف إذا لفظته صح، دبل كيك للاعب البلجيكي، هدف خيالي بس ما في حدا يطبل له يعني، وإعلام ودبل كيك وأعرف مسكين يا الدوري الإيطالي. المهم معنا بالطويلة، قبل ما نبدأ بالحديث عن هاي الجولة عن أهم مبارياتها بالتفصيل، يا ريت تدعمني باللايك لأنه الفيديو الماضي بصراحة صعقني المشاهدات واللايكات والتفاعل فيه للأسف الشديد. ما أعرف هو لأنه غبت شهرين اضطراري بسبب الأحداث نزل الريتش بهالشكل هذا، ولا في أسباب ثانية ما أعرف. فإذا بدك تدعمني يا ريت مبدئيا تسلخ اللايك، وبعدين خلال الفيديو إذا أعجبك تشيره مع أصدقائك وترد على أسئلتي في التعليقات، لأنه في عندي أكثر من سؤال ناوي أسألك إياها بهاي الحلقة. فيلا خلونا نبدأ. نبدأ مع مباراة مونزا يوفي بملعب مونزا، واللي انتهت بفوز اليوفي بمباراة كانت دراماتيكية 2-1. شو صار؟ مونزا اللي عنده مدرب واعد أثبت نفسه من الموسم الماضي واستمر يقدم أداء لغاية بالروعة لحتى اليوم. يعني نتائج الموسم الماضي ما كانت حظ أو تشارج هيك دفع تشارج باللعيبة إنه يبث فيهم الحماس ومن هالأمور. بلدينو يقدم كرة قدم جميلة، وقريبا أنا متأكد إنه راح نشوفه يدرب نادي أعلى من مونزا، مع الاحترام لمونزا، ولكن أتمنى إنه ما يتهور ويطلع السلم درجة درجة عشان ما يحرق كرتو التدريبي. من جهة ثانية المثير للجدل المستر ماكس أليجري، لغاية اليوم في فئة كبيرة من جماهير اليوفي مش طايقة تشوفه أبدا، رغم أنه الوصيف وقبل ما يلعب الإنتر مباراته ضد نابولي كان متصدر، يعني كابس ورا الإنتر، مو مخلي الإنتر مجال أنه يتنفس. تتعثر فورا أخذ مكانك، شي يقول لك ما عنده أوروبا لازم يتصدر؟ أنا بدي أوجه لك سؤال أخي الكريم، وجوابك فعلا يهمني جدا أني أقرأ في التعليقات. لو قلت لك رتب جدول الترتيب بناء على عناصر كل فريق، يعني أقوى فريق عنده عناصر أساسي واحتياطي يكون بالمركز الأول وتنزل بالتدريج لغاية المركز السابع ثامن بهالحدود، أريد منك تكتب لي بالتعليقات ترتيبك، فخلونا نشوف الأغلبية على إيش متفق عشان بعدها الحكم على المدرب والفريق يكون أكثر منطقية. بالنسبة للمباراة، بدأت هاي المباراة بتحصل اليوفي على ضربة جزاء لكامبياسو. مين يتقدم ويسددها؟ أبو مهايط. هو لأن الأسبوع الماضي لما سجل على الإنتر حسسك إنه عنده حذاء ذهبي وهش وكالمة وما أسمعه، هاي طول بالك يا حبيبي. راح بعدها بأسبوع ضيع ضربة جزاء. لا أحد ينكر إنه فلاهوفيتش عنده بوتنشل عالي وكان متألق في موسمه الأول مع فيورنتين، وإنه ربما أسلوب لعب أليجري ما يوافقه، وأقول ربما لأنه ما شفناه مع مدرب ثالث. يعني احنا عم شفناه أول شيء مع الفيولا، بعدين مع اليوفي، هون تألق وهون ما تألق، بس الواضح أنه الولد يمر بفترة نفسية صعبة ويحتاج علاج ذهني قوي لحتى يخرج من حالة الشك اللي هو فيها. وأنا أشوف أنه علاج فلاهوفيتش الذهني هو أكثر شيء يحتاجه بهذا الوقت أكثر من أي شيء ثاني. الفيديو الماضي أنا حكيت
عن رأيي بأنه اليوفي عنده لاعبين وورلد كلاس اللي هم رابيو وكيزا، وطلبت منكم تكتبوا لي رأيكم مين من لاعبي اليوفي تعتبره لاعب وورلد كلاس، فياريت تكتبوا لي رأيكم. مع الاحترام لفلاوفيتش أنا ما أشوفه يعني وورلد كلاس، هذا رأيي وأنا أحترم رأيك. اللي أشوفه التوب رابيو وكيزا. بالحديث عن اللاعب الورد كلاس، بهاي المباراة خلص لك رابيو المباراة بهدف وأسيست، هدف رأسي جميل وصاروخي من الركنية، ومن ثم أسيست في الوقت بدل الضائع، وقت خرافي يعني، كان خالص المباراة، عمل أسيست بمجهود فردي لما أعطى الكرة لجاتي. وجب الذكر وركز لي هون إنه اليوفي تلقى هدف التعادل بالدقيقة 91، ومع ذلك لم ييأس وخلص المباراة بهدف جاتي مثل ما قلنا، بعد أسيست من مجهود فردي لرابيو أعطى المباراة بثلاث نقاط لليوفي بشكل قد لا يعجب الكثير من جماهير اليوفي، الجماهير المتحاملة على المستر أليجري، وهي الجماهير اللي فعلا عم تتجاهل كل الظروف المحيطة باليوفي. خلاص كل الحق على أليجري، شالوا كل شيء على أليجري. بالنهاية اليوفي حصل ثلاث نقاط ثمينة وتستمر المعركة مع الإنتر. المباراة الثانية اللي راح أتكلم عنها هي مباراة ميلان فروزينوني في جحيم السان سيرو. المباراة انتهت بفوز ميلان 3-1. المواجهة كانت بين بيولي ودي فرانشيسكو. الشوط الأول لا شيء يذكر فيه غير خطأ من توموري، كاد أن يكلف ميلان هدف بعد انفراد المهاجم كوني، ولكن أكيد كالعادة البطل مينيان ينقذ الموقف. تخيل عزيزي الميلانيستا أنه حارسك كان دوناروما وليس مينيان، شو راح يكون موقفه؟ وعلى سيرة دوناروما، أنا شخصيا أتمنى قريبا أنه يطير من المنتخب الإيطالي، أو بالأحرى ما يكون هو الحارس الأساسي. أنا بالنسبة لي كرأي شخصي، ترتيب الحراس الأساسي والاحتياطي بمنتخب إيطالي أشوفه كالتالي: لازم يكون الأساسي هو فيكاريو، الثاني الاحتياطي الثاني يعني أول احتياطي لفيكاريو هو بروفيديل، والثالث هو دوناروما. بدي أسمع رأيك بهذا الترتيب، وتكتب لي ترتيبك للحراس الثلاثة بالدوري الإيطالي من وجهة نظرك الشخصية، يا ريت تكتب لي هالشي بالتعليقات. هدف ميلان جاء عن طريق الصربي يوفيتش، واللي هو أول أهدافه مع ميلان، ومن يعرف قد يفك النحس ونبدأ نشوف يوفيتش فرانكفورت السفاح قريبا، لأنه برأيي موضوعه غالبا مثل موضوع فلاوفيتش نفسي. ما أعرف إيش بيهم هالصرب، مع أنه المفروض يعني شخصياتهم تكون أقوى. نيجي على جمالية الهدف واللوحة المرسومة بالهدف الثاني، هدف بوليسيك. نبدأ من الأسيست، قريت إحصائية أنه مينيان هذا ثالث أسيست له، هو أكثر حارس له أسيست حاليا بالدوري الإيطالي. بعيدا عن الإحصائيات، شوف قراءة الملعب من مينيان، والأهم من كل شيء شوف الاستلام الأنيق من بوليسيك. برأيي الاستلام هو ثلاثة أرباع الهدف، استلام رائع وإنهاء ولا أروع، مع أنه أجوا مدافعين سكروا على بوليسيك ولكن ما سددها على فكرة، عملها مثل تشيب بطريقة ذكية سجل فيها الهدف الثاني. الهدف الثالث برأيي يحسب لتمريرة القائد ثيو، اللي عم يلعب دور القائد بكل نجاح، واللي لعب أيضا بهاي المباراة دور المدافع وكأنه مدافع حقيقي ما هو ظهير. المهم الأسيست من ثيو ليوفيتش لتوموري، ولي أحب أقول لك كذلك أنه توموري عندي بالفانتازي، مشكور جدا يا توموري. طبعا وبنهاية اللقاء قبل ما يخلص تلقى الميلان الهدف، صار 3-1، والهدف برأيي يتحمل جزء كبير منه ثيو، لأنه نط ويعني موه على الكرة، موه على مينيان، لا شتتها لا لخبط الدنيا يعني، ودخلت من بعد الضربة الحرة، أعمل لبكة بس ما عليش يعني، إله رصيد ثيو. فوز ميلان جاء في وقته، فوز أكيد يحتاجه ميلان بعد أسبوع يعتبر سلبي. يتنفس ميلان الصعداء بعد الفوز على فروزينوني رغم وجود دي فرانشيسكو كمدرب، ولكن أكيد آن الأوان أنه ميلان يرتاح شوي، ياخذ نفس بعد الجدول المرعب أول 10 مباريات تقريبا مثله هو ولاتسيو. مفروض أكيد القادم أفضل لميلان، وخصوصا بعد عودة المليون مصاب اللي عنده، يعني جدول أسهل وعودة المصابين. نجي على المباراة الثالثة، وهي مباراة لاتسيو كالياري، والتي أقيمت في ملعب الأولمبيكو بروما، واللي انتهت بفوز لاتسيو 1-0 سجله بيدرو. المفروض لاتسيو بعد التأهل الأوروبي واللعب على الأولمبيكو بمباراة يعني نوعا ما بخصم سهل على الورق، لأنه ليش أقول على الورق؟ لأنه فعليا ما في خصم سهل بالدوري الإيطالي، حتى شفنا بالمباراة الماضية مع سالرنتانا المتذيل اللي ما فاز بحياته رغم سوء لاتسيو أكيد يعني، بس فاز عليه
يعني سالارنتانا فاز على لاتسيو، ما في شيء مباراة تقدر تقول عنها انه هاي مباراة مضمونة، لكل مباراة ظروفها. رغم المعنويات المرتفعة ورغم الحضور الجماهير ورغم الطرد اللي تلقاه كاليري بالدقيقة 29، إلا أنه لاتسيو يواصل هذا اللعب العقيم جدا وبشكل مخيف. تخيل أنه آخر 5 مباريات لاتسيو سجل 6 أهداف أظن، يعني تقريبا 5 منها إيموبيلي وهدف بيدرو فقط. تخيل هذا العقم. لاتسيو بدأ المباراة قبل طرد كالياري بشكل جميل جدا، وصل مرمى كالياري 3 مرات، 3 فرص كانت محققة قبل الطرد، هدف بيدرو الأول اللي سجله، بعدين كان أسيست من تشيرو لبيدرو على خط 5 أو 6 ضيعها بشكل غريب جدا، وأكيد ما ننكر تألق سكوفي حارس كالياري بهاي اللقطة. واللقطة الثالثة قبل الطرد اللي هي لقطة الطرد، انفرد قندوزي بالمرمى وكان أكيد يعني انفراد صريح وأعاقه لاعب وسط كاليري وعلى أثرها انطرد. بعد الطرد مين مدرب كاليري؟ رانييري. رانييري لعبها صح، خلى الخطة 4-4-1، طلع لبادولا، بعدين نزل 2 لاعبين بدنيين من السمر وقال لك أحرس الملعب حرس، أنا أحافظ على هاي النتيجة وأنوم لاتسيو أنيمهم لآخر 10 دقائق ربع ساعة. وهذا السيناريو كان واضح للجميع إلا ساري. بعد طرد كالياري يعني تخيل صار كالياري هو الأفضل وتحس أنه لاتسيو هو المطرود منه لاعب مو كالياري، للأسف عقم هجومي فعلا عليه 100 علامة استفهام يساري. ما علينا، ومثل ما حكيت لك كنا شايفين السيناريو بالفعل، نزل بافوليتي آخر ربع ساعة، وبافوليتي عم ينزل وأنا عم تجي عندي هيك قدام عيوني صورة بافوليتي لما نزل ضد فروزينوني، كان متأخر كالياري وسجل بافوليتي 2 قلب النتيجة وفاز كالياري بالدقيقة 91 والدقيقة يمكن 95، وللحظة أوقف بافوليتي جميع قلوب اللاتسيالية. أجت الصورة قدامي فعلا مثل ما تخيلتها، عرضية بافوليتي أجته رأسية، خلاص أنا شايفة هيك عم أشوف رأسية بافوليتي وعم يسقط قلبي معاها أنه خلاص عم تدخل الكرة للمرمى، ولكن يتصدى بروفيديل لهذه الكرة كأنه شلون هيك تحضر الأنمي كابتن ماجد أو رعد ووليد وهيك طلع وصدها. لقطة كانت يعني لا أتمناها للعدو، مباراة للنسيان على صعيد الأداء، ولكن مثل ما قلت بتويتر أهم شيء حاليا 3 نقاط، وبعدين لازم ساري يشوف حل مع هذا العقم الهجومي اللي فعلا ما له أي مبرر. بالنسبة للدفاع وبالرغم من ثنائية خيلة وباتريك، إلا أنه أكيد خرجنا بكلين شيت بصراحة. خيلة وباتريك قدموا أداء رجولي ويشكرون عليه، يعني مو بس كلين شيت، فعلا كان أدائهم جيد جدا الاثنين، وهذا الشيء يعطي مؤشر جيد لساري انه يبلش يعتمد عليهم بقادم المباريات ويريح رومانيولي وكسالي وقت الحاجة، ما تظل كابس على نفس رومانيولي وكسالي الا تصيبهم الاصابات، لانه عندك بدلاء جيدين بس بدهم دقائق اكثر للعب. نفس الشيء بالنسبه لبيل جرين، ان شاء الله نشوفه قريبا. من مكاسب المباراه اكيد الرائع الدنماركي الجميل جدا إيزاكسن، يا اخي روعه، أتمنى حتى بقادم المباريات أشوفه أكثر يلعب أساسي وريح أندرسون، خليه ياخذ نفس بعدين يرجع لنا أقوى من قبل مثل ما كان الموسم الماضي شايل الهجوم كله سواء كمهاجم وهمي ولا كجناح. طبعا يعني عيني باردة على قندوزي، يا ريت كل اللاعبين عندهم نص اللي يقدمه قندوزي كل مباراة، ولا أجمل ولا أجمل هالقندوزي. المباراة الرابعة اللي بدي أتكلم عنها هي مباراة روما ساسولو في ملعب مابي، ملعب ساسولو اللي خلينا نقول ساسولو روما. المباراة انتهت بهدفين ريمونتا لروما بعد التأخر بهدف هنريكي ومن أسيست بيراردي. قبل ما نحكي عن المباراة لازم نحكي عن الشيء اللي صار قبل المباراة وتحديدا من المؤتمر الصحفي لمورينيو قبل المباراة. كالعادة مورينيو أستاذ في علم النفس، بالمؤتمر الصحفي تحدث وقال أنه بيراردي لاعب كبير، بس أنا متأكد أنه بيراردي راح يمثل وراح يلبس مانشيني فورا كرت أصفر مع أول التحام. هون طبعا مورينيو حط الحكم بموقف محرج، انه الحكم بده يعد للعشرة قبل ما ينطي مانشيني اي انذار، لانه من يعطي راح ثاني يوم يستلمه مورينيو، قلت لكم وشفتم واعرفه، راح تعرف يعني كيف الحرب الاعلامية اللي يستلمها مورينيو دائما. يعني هون مورينيو منع حدوث الشيء قبل
ما ممكن انه يصير. وكالعادة اشتغل بالحرب النفسية قبل الحرب التكتيكية اللي يعني نوعا ما يفتقدها. بالنسبة للمباراة وقبل ما احكي عن المباراة، وانا هون سؤالي للاخوة الرومانيستي، انا اشوف انه 60% اذا مو اكثر من قوة روما هي ديبالا، وهالكلام طبعا من الموسم الماضي، الكلام مو جديد. بدي اسمع رأيك تحديدا بهاي النقطة، تتفق ولا تختلف؟ اذا تختلف لماذا؟ طبعا النتيجة 1-0، هدف لهريكي، أسيست بيراردي والأمور طيبة. يجي لاعب من ساسولو بتهور كبير ينطرد، واللقطة وين؟ عند جزاء روما، يعني حتى ما هي مثلا انفراد، ما هي بنص الملعب، حتى تهور ما له أي داعي. لاعب ساسولو بولوك برأيي لازم يعاقبه ديونيسي بعد ما يرجع من الطرد، لأنه حرفيا كلفهم المباراة وكلفهم الخسارة من تقدم للدقيقة حوالي 62. بعد ما انطرد رجع روما سجل هدفين وفاز. الطرد بالدقيقة 63 استغل روما أفضل استغلال كالعادة من مورينيو، لعب الكل في الكل، طلع سبيناتزولا ومانشيني ونزل الشعراوي وبلغريني، زاد الكثافة الهجومية وكان له ما أراد. ضربة جزاء سجلها ديبالا، بعدين أسس من ديبالا لكريستنسن اللي سجل الهدف الثاني لروما. 2-1 والمباراة تنتهي بفوز ثمين جدا لروما. وليش عم أقول ثمين؟ لأنه روما تنتظر مباريات قادمة عبارة عن جحيم حرفيا. عد معاي جدول روما القادم: فيورنتينا، شريف، بولونيا، نابولي، يوفي، كريمونيزي، أتلانتا، ميلان. هاي هي الثمان مباريات القادمة لروما، وفهمك كفاية. المباراة الأخيرة اللي بدي أتحدث عنها هي مباراة السهرة بين نابولي والإنتر في ملعب دييغو أرماندو مارادونا. حرفيا الإنتر مسح البلاط بنابولي بنص أرضه، ولسان حال المتعجرف ديورنتيس جبناك يا عبد المعين تعين يا متزاري. خير يعني متزاري، خلصوا المدربين يعني. لا فريقك كان يلعب 3-4-3، ولا متزاري مدرب صار له من فترة مقطوع عن التدريب، وحتى في قمة عطائه يعني هالفترة اللي لعبها مع نابولي، الفترة تبع الذهبية خلينا نقول كافاني وهامشيك ولافيتسي، هاي هي يمكن فترته التدريبية خلال كل مسيرته اللي نقدر نكون عنها جيدة. فليش تجيب متزاري؟ عموما احنا كنا متفقين على انه اساسا تعيين غارسيا كان خاطئ، يعني نقدر نقول حاليا حرفيا موسم نابولي صار على المحك. ما تستغرب تشوف غارسيا يرجعوا دي لورنتيس لحتى يكمل مع الفريق لنهاية الموسم، مثل ما يقول المثل الرمد اشوى من العمى. نجعل الانتر، وسؤالي هل يوجد احد يشكك انه الانتر ما هو أقوى فريق في إيطاليا حاليا؟ إنه إنزاغي مو أفضل مدرب في إيطاليا حاليا؟ إنه إدارة الإنتر مش أفضل إدارة في إيطاليا حاليا؟ الإنتر يعيش في أجمل وأفضل أيامه بسبب هالعوامل الثلاثة: اللاعبين والمدرب والإدارة، كلها متناغمة مع بعض وكلها تكمل بعض. الإنتر متصدر ب 35 نقطة، أقوى هجوم ب 33 هدف، أقوى دفاع بتلقيه فقط 7 أهداف، أكثر كلين شيت عنده 9 مرات كلين شيت، أكثر فرص محققة خلق 30 فرصة محققة، لاوتارو هداف الدوري ب 13 هدف، تورام أكثر من صنع أسيستات وعنده 6 أسيست. ها كان تقييمه يمكن الأعلى في الدوري، تقييمه 7.95 حتى الآن. سومر نفس الشيء، تقييمه 81.1. الإنتر ما شاء الله عليه كامل مكمل، إدارة، احتياط، أساسي، لاعبين، مدرب، كله من أحلى ما يكون. وإنزاغي تطور كثيرا عن السابق، أكيد من حيث التغييرات وإدارة المباريات، صار مدرب ثقيل. نجي على الهدف، هاكان يا أخي جميل جدا تكنيك التسديدة، تحس وأنت عم تشوف إعادة الهدف ممكن تشغل عليها هيك موسيقى بيتهوفن، موزارت وتسلطن صراحة. ومسكين ميريت أكل نفس الهدف كلاكيت يعني من فيسينو الموسم الماضي مع لاتسيو، بس كان لسه فيسينو من مسافة أبعد، نفسه بالضبط. نجي على الحالة الجدلية بالمباراة واللي صار عليها كلام لما كانت النتيجة 1-0 للإنتر. أوسيمين بمنطقة الجزاء يدخل وفي تلامس، التحام، عرقلة، ما أعرف أنت سميها بالمسمى اللي بدك إياه، من أتشيربي. الحكم ما أعلن عن ركلة جزاء، في محللين قالوا حتى هذه ركلة جزاء، وفي محللين قالوا لا، الالتحام ما يوصل لركلة الجزاء. أنا ما رح أقول رأيي، بدي أسمع رأيك بهاي الحالة، اكتب لي من بعد إذنك بالتعليقات. طبعا بالنسبة للهدف الثاني من باريلا كان سينمائي، كيف أخذ الأسيست من القائد لاوتارو، وكيف دخل بمساحة صغيرة جدا عمل مراوغة من بين مدافعين لنابولي وسجل بشكل جميل جدا. أما الهدف الثالث كان من الوحش البيست تورام، يكلل مجهوده خلال هذا الموسم
بشكل جميل جدا مع الانتر، والاسيست كان اجمل من الهدف لانه الاسيست كان على طبق الماسي مو طبق ذهبي، بس قال له حطها باي شيء من عندك بجسمك، حط رجلك راسك اذنك كله يمشي الحال وتسجل. كوادرادو الاحتياطي، وعم نحكي عن تشكيلة الانتر لا تنسى، هدف يعطي الانتر نقاط المباراة، يعطي الانتر الصدارة، ويعطي انتر يعني مثل ما تقول الهالة انه انا البطل وانا شخصية البطل، ويلا اللي بده يتحدى يجي يشوفني حاله بالملعب. وهون مع هاي المباراة نكون وصلنا لختام هاي الجولة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ما تقصروا معنا باللايكات والتعليقات لانه بدي دعمكم، وإذا تشوف هذا الفيديو جميل ياريت تشيره مع أصدقائك، وإذا كنت مو مشترك بالقناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. تحياتي لكم وين ما تكونوا، ونراكم قريبا على خير. سلام.